إذا مشاهدينا موضوعنا دحين رح نتكلم عن الأكلات اللي تقدر تساعدنا ننام في الليل. خلينا نروح لهاني ونشوف تفاصيل. طبعا مشاهدينا، الحصول على قدر كافي من النوم هذا الشيء مهم جدا، وهو اللي يحدد مسار يومنا، وفي أمور كثيرة ممكن تساعدنا عشان نحصل على نوم مريح وعميق. وطبعا من هذه الأمور اللي تساعدنا هي المأكولات اللي ناكلها قبل النوم، وفي مأكولات معينة ينصح فيها خبراء التغذية بتناولها لأنها تساعد على تنظيم النوم وإفراز هرمون النوم. وراح تكلمنا عنها اختصاصية التغذية والصحة لما النائلي. لما أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، كيفك لما؟ سعيد. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. لما لو بالبداية قبل أن نبتدي بالمأكولات، كيف الإنسان ينظم النوم عنده بشكل عام؟ طبعا اكيد عاده تنظيم النوم هي عاده جدا ممتازه، كوني اختصاصيه بالصحه وعلوم التغذيه. اليوم رح نحكي عن الجانب الصحي اكثر، رح نقول كثير مهم نحن نبعد نحن الاشخاص اللي بيعملوا رياضه ما يمارسوا الرياضه قبل النوم بساعه ساعتين او بعد ما يرجعوا من شغلهم، لانه اكيد الرياضه بتنشط الجسم وبتعمل الجسم نشيط، وبالتالي ممكن يصير عندهم قلق قله نوم. كثير مهم تنظيم النوم. يعني بس عفوا، انه الناس لما تخلص من الدوام يفترض انها يعني ما تروح النادي، ولا تروح النادي بس مو قبل النوم؟ لازم يكون في فرق خمس ساعات على الاقل من وقت ما بخلص التمرين لوقت ما بنام. لانه اذا بعمل رياضه ليلا رح صير نشيط، رح صير انا باوج نشاطي، لانه لازم تكون الرياضه صباحا لتعطي النشاط والطاقه والحيويه للجسم. والله انا دائما كان عندي فكره العكس، انه اروح النادي عشان اتعب نفسي وخلاص اتخمد على طول. هذه الفكره موجوده اوقات. هي كثير بننظم كمان امتى بنفيق وامتى بننام، لانه كثير مهم نحن ننظم ساعتنا البيولوجيه ليتنظم عنا النوم. اليوم بدنا نحكي النوم كثير له دور بهرمونات الجوع والشبع. الأشخاص يلي بيعملوا نظام غذائي وما بيخسروا من وزنهم لأنه بيكونوا ما عم ياخذوا كفايتهم من النوم، بيكونوا الحرق عندهم منخفض، ميتابوليزم قليل، بيكونوا دائما عندهم شراهة لتناول الكاربس والفاتس لأنه ما عم ياخذوا قصة كبير من الراحة، الجسم بده يعوض عن طريق التغذية. كرمال هيك اليوم بدنا نقول كثير مهم ننظم نومنا، واليوم بدنا نحكي عن النايت ايتينج سندروم أو متلازمة الأكل الليلي. في أشخاص ما بتاكل طول النهار، تشرب بس قهوة، بتوصل على البيت ببلش الأكل من أول ما بتوصل لوقت ما بتنام. حتى في بعض الأشخاص بيفيقوا بالليل بياكلوا وبيناموا برجعنا. طب لما لو نتكلم على إيش الأكل الصحي والكويس اللي نقدر ناكله قبل النوم عشان كمان يساعدنا، يعني قاعدين نسوي ريزوتو أنا قلت هلا مستحيل أكله هذا في الليل. أكيد طبعاً نحن لازم نتناول أغذية غنية بالأحماض الأمينية اللي بتساعد على النوم. في عنا مثل الموز، الشوفان، الحليب الدافئ، هدول الأغذية كتير مفيدين لتنظيم النوم وجودة النوم، ويساعدونا على إفراز الميلاتونين. ميلاتونين هو هرمون النوم. وقت نحن بتكون الغرفة مظلمة، مسكرين الستاير، مجهزين الغرفة للنوم، بينفرز عنا هرمون اسمه الميلاتونين، هرمون النوم. هذا الهرمون بيساعد على تنظيم النوم وإنكم تناموا بجودة عالية. لكن إذا كنا أكلين مأكولات صحيحة مثل الشوفان، ممكن الحليب الدافئ، الموز غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم يلي بينظموا بيخلوا بيعطوا ريلاكس للجسم، وبالتالي نحن بنقدر أن ننام بدون ما نكون متوترين. كتير مهم كمان التركي، الديك الرومي، في حمض أميني اسمه تريبتوفان، بيساعد أيضا على تنظيم الهرمونات النوم. يعني هذا ممكن ينصح فيه أنه يكون على مائدة العشاء يعني. صح، مع سلطة، مع صحن من الخضرة. يعني ممكن نعمل سلطة نحط تركي فوقه، ممكن نحط نوع من أنواع الأجبان قليلة الأملاح، ممكن نحط كمان يعني بعد عن السكر، عن المواد الدهنية، مواد الدسمة ليلا، بعد عن المقالي. صحيح، يعني نقدر نقول نواشف. لما أغلب الناس صار يعني الحمد لله عندها وعي إنه هي ما تأكل تقيل قبل ما تنام. صح. لكن أوقات بتتعزمي وبتضطر، يعني الناس طبخين ما حقول لهم لا. ففي وأكلنا كمان العربي ما شاء الله دسم في الليل. صحيح. فبعد الأكل الدسم هل في مثلا مشروبات معينة، شاهي مثلا؟ أكيد. يقدر يساعدنا عشان نقدر ننام. أكيد البابونج، المليسة، بيعملوا ريلاكس للجسم، بخليكي انت انك تفرزي هرمون الميلاتونين. كثير مهم نحن نشرب مشروبات ما فيها كافيين، لانه الكافيين والشوكولا بيساعدوا على التوتر والاستيقاظ والتنبه. والشوكولا ايضا ممنوعه ليلا، لانه بتعرفي الشوكولا بتحتوي على الكافيين، والكافيين بيسبب النشاط والحيويه. متى اخر مره نمت يعني اي ساعه تفضلين انه بعد هذه الساعه الانسان ما ياكل شوكولاته او قهوه؟
ست ساعات قبل النوم. ست ساعات. ولازم آخر وجبة قبل النوم بثلاث لأربع ساعات إذا كانت وجبة ثقيلة. لا مانع من تناول موزة مع ممكن شاي أعشاب قبل النوم بيساعد على النوم. واللي بينام مزبوط بيكون عنده الليبتينج وغريلين منتظمين هرمونات الجوع والشبع، وبالتالي اللي بينام مزبوط من 7 لـ9 ساعات بفيق الميتابوليزم تبعه عالي، هرمونات الجوع والشبع عنده منتظمة وقادر يسيطر على يومه وشهيته ثاني يوم. ما أفتكر متى آخر مرة نمت 9 ساعات. لازم تنامي من 7 لـ9. يا ريت والله 7 يعني 7 ممكن بس 9 كثير صراحة. بتعرفي أنت بتحاربي الشيخوخة ووجهك بصير مضوء أكتر منور أكتر بالنوم، الذاكرة والتركيز عندك بترتفع إذا نظمتي نومك. لازم كل يوم ننام بنفس الوقت ونفيق بنفس الوقت لحتى أوتوماتيكلي بصير جسمك منظم. كل هرموناتك بتصير منتظمة وبتصيري أنت قادرة أنك تكوني نشيطة أكتر تاني يوم. لما في أغذية تسبب قلق أو توتر إذا لم نتناولها في الليل أو إذا أكلناها بالليل يعني صح. ممكن؟ هاني هو كل يعني لازم نحن نبعد عن كل الأغذية اللي بتكون ثقيلة بالليل، وكتير مهم نحن ناخد الحل تبع نايت إيتينج سندروم. إذا بدنا نعالج إذا عنا متلازمة الأكل الليلي، الناس اللي بتفيق بالليل بتاكل، إذا بدنا نتجنب هاي العادة ونحلها إذا كانت موجودة عند الأشخاص، لازم تاني يوم نفيق ناخد وجبة فطور، بعد ساعتين ناخد وجبة خفيفة، بعد ساعتين ناخد وجبة الغداء، بعدين وجبة خفيفة ووجبة العشاء. يعني لازم نحن ناخد وجبات متوازنة ضمن النهار لحتى يعني أنا بدي أعطيكم مثال، اعتبروا جسمكم مثل الأنينة الفاضية، فقنا الصبح هي فاضية الأنينة، إذا عبيناها ببطء على مدار اليوم ما لح نحتاج نفيق بالليل نعبيها لنقدر ننام، ولا لح نحتاج نتناول يصير عنا شراهة ليلا لحتى نقدر إنه ننام، لأنه إذا جوعانين ما بنقدر ننام، إذا ناقصنا مواد نشوية ما بنقدر ننام. الأشخاص اللي عاملين حمية الكيتو دايت، حمية البروتين، هدول الأشخاص اللي هلأ كتير موضة، هدول الأشخاص جودة النوم عندهم غير جيدة. نعم. وصحتهم غير جيدة. فعلا يمكن النوم شيء أساسي بحياة الإنسان. طبعا جدا. أنا أتذكر الأخلاق تتغير لو ما كل شيء كل شيء النوم فعلا يعني ممكن هو يرتب لك حياتك، يرتب لك أفكارك، إذا ترتب نومك ترتبت باقي الأمور. شكرا يا لما. شكرا لما، يعطيك العافية.